طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. مقتدى الصدر دعا النواب المستقلين لحضور جلسة يوم غد، وحذر مما أسماها نهاية البرلمان في حال عدم الحضور. النائب عن التيار الصدري حسين العذاري قال غدا السبت سيعلم العراقيون من هو العراق الأصيل ومن هو التبعي الهجين، والإطار التنسيقي هدد باللجوء إلى خيارات أخرى إذا شكلت الحكومة من دون مشاركته. طبعا قبل ساعتين تقريبا اجتمع الإطار التنسيقي وبشكل عاجل مثل ما قالت مصادر صحفية في منزل فالح الفيض. رئيس كتلة تيار الفراتين محمد الشيع السوداني قال بأن انعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد السبت أمر مستبعد بسبب عدم تحقق النصاب. بعض النواب المستقلين يمرون بوعكة صحية مفاجئة قبل ساعات من جلسة تسمية رئيس الجمهورية، وهذا الأمر أثار سخرية ناشطين وصحفيين وعراقيين على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. في ظل تهديدات ووعيد، كيف ستكون جلسة يوم غد في البرلمان؟ برأيكم شلون راح تكون الجلسة؟ هل راح يتم التصويت على اسم رئيس الجمهورية أم أن أحداث يوم غد حبلة بالأحداث؟ طبعا المشهد السياسي بالعراق يشهد تعقدا جديدا وخطيرا، ولا سيما بعد قرب جلسة البرلمان يوم غد السبت، جلسة يعد لها تحالف الصدر والسيادة والديمقراطي الكردستاني العدة لتمرير مرشح الرئاسة وسط رهان الإطار التنسيقي على إفشال الجلسة وتعطيل تشكيل الحكومة. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. بعد الإعلان عن تحالف جديد ضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وتسميته لجعفر الصدر مرشحا لرئاسة الحكومة، بدأت نظر الصراع تتصدر المشهد السياسي، ولا سيما بعد الاتفاق على تسمية رئيسي الحكومة والجمهورية والاستعداد لتمريرهما في جلسة البرلمان يوم السبت. القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هشير زيباري قال إن التحالف الثلاثي أثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق على ترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية ومرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء لإنقاذ العملية السياسية بحسب وصفه، مضيفا أن الطرف المعارض سيسخر كل أدواته الإعلامية والقضائية لإبطاء وتحريف العملية. وبالفعل فعلى الجانب الآخر لوح ائتلاف دولة القانون المنضوي تحت لواء الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات لوح بعرقلة جلسة السبت لتسمية ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، مدعيا أن التوافق بين الكتل يجب أن يكون هو الأساس في اختيار مرشحي الحكومة ورئاسة الجمهورية. تصريحات أكدها الاعتقاد السائد لدى تحالف الفتح على قدرة الإطار التنسيقي على جمع الثلث المعطل وتعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، مبينا أن ذلك يمثل رسالة إلى الكتل السياسية الأخرى على أن الإطار الممثل للميليشيات قادر على تعطيل تشكيل الحكومة. وما بين الحراك السياسي للتحالف الجديد لتأمين نصاب جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية وبين التلويح بالتصعيد وإفشال هذه الجلسة من قبل الإطار التنسيقي، دعا
تبقى نظر الصراع شاخصة وتشي بوضوح إلى تعقد المشهد السياسي أكثر وأكثر بسبب الانسداد الحاصل بين الطرفين وتعمق خلافاتهما في صراعهما على السلطة والمناصب في الحكومة التي لم تشكل رغم مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات. نعم، معنا عبد الجبار من بغداد. عبد الجبار، برأيك شو راح تكون جلسة يوم غد لتسمية رئيس الجمهورية في ظل هذه التصريحات والتهديدات؟ خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. تفضل عبد الجبار، يا ريت تسمعني، يا ريت تسمعني من التلفون مباشرة، نص التلفزيون للأخير. ماشي، تفضل. ماشي ماشي. نعم ماشي. أخي جلس، متى الشعب العراقي ظل وما بين التيار بيريد الإطار ويريد بق علي الإطار؟ هذا ما معناه مرضي على الوقت. إذا هم بس يدبرون مصالحهم الشخصية، شعب يا أخي أي هيك من عندهم. هاي الحكومات اللي مرت من 2005 ولحد هذا اليوم قالوا الشعب ويا مصالح الشعب والشعب، وكان يا مصالح الشعب، ولحد هسه كل ما شفنا من مصالح الشعب بس مجرد شعارات تنطوي على الشعب، والفائدة الأولية والأخيرة لهم. أخي الحكومة، الحكومات التوافقية من 2005 خلينا نجرب الأغلبية التوافق طبيعه. قولوا لي نجيب لكم، تجيبون حكومه من الهند، حكومه من روسيا. نعم، مكافي عاد، مكافي ضحك، ضحك على هذا الشعب الفقير. يا قال النظام السابق وحكى النظام السابق، يا عمي النظام السابق حتى نقول ايه والله جبتونا شيء في خير. عمي ما هاي الديمقراطيه مالتكم ما تفيد، رجعونا النظام رئاسي. يجي هم من البوق يشبع ويفيض بيها على الشعب. زين عبد الجبار، احنا ثمان نواب اليوم ادعوا، اذا تسمح لي، شو تفسر خطوة بعض النواب اللي يسمون نفسهم مستقلين، شو نشرت صورهم على الفيس وعلى تويتر بأنهم تمرضوا اليوم، فجأة تمرضوا حتى ما يحضروا جلسة يوم باكر، شو نسمي هذا؟ هل خايفين من تهديد البعض من الكتل السياسية؟ عام زين، قال سوانا مثل المسرحية اللي سواها محمود المشهداني. زين والله عجيبة غريبة يا أخي، يعني شنو هذا الشعار؟ لكن هذه الحكومات يا أخي لو لكن عين حم العظيم فلا يسوون كلها. أنا أشكرك عبد الجبار من بغداد، وأعتذر لأن الصوت فيه مشكلة. أبو عراق من الفلوجة، أبو عراق، برأيك شلون راح يكون أو تكون جلسة يوم غد في البرلمان في ظل يعني تهديدات البعض، الإطار التنسيقي يعني يهدد باللجوء إلى خيارات أخرى إذا لم يتم إشراكه بالحكومة، يقول ثلث النواب ما راح يحضرون يوم غد، مقتدى الصدر دعا النواب المستقلين إلى حضور جلسة البرلمان، النائب عن التيار العذاري قال سيعلم العراقيون من هو العراق الأصيل ومن هو التبع الهجين، تصريحات وتهديدات، وهناك من يتعذر بالمرض من بعض النواب. أبو عراق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. هذا يوم باشر راح نسميه يوم التملص، هذول جاي يتملصون. شو نسمي؟ أبو عراق، يوم التملص. نعم هذا الله يخليك. أما الحضرة والما حضرة، ما العراق مستاهل هذا الشعب،
شلون راضي بيهم؟ عمي العيب بالشعب مو بالحكومة يا أستاذ عمر. شلون؟ ما كافي الشعب وين؟ يعني أنا أقول لك شلون أستاذ عمر. يعني الشعب شو ينتظر من ذول الحرامية والسراق والقتلة والمجرمين؟ شو ينتظر منهم؟ هذول التنسيق عندهم سيادة؟ هذول التنسيق عندهم خيرة على بلدهم؟ للوطن يا عمي أستاذ عمر الله يخليك. أنا أناشد الشعب اصحى كافي عاد كافي. ترى هاي الحكومات من 2003 ولحد الآن وبعد اليوم 20 سنة وما يصير لنا كل شارع. العيب مين أستاذ عمر الله يخليك؟ يعني احنا راضين بيهم راضين عملوه. هذا حد يقول لك انا ما راضي بيهم؟ لا، كل الشعب العراقي راضي بيهم. لا لا لا، هذا كلام هذا كلام غير صحيح. لا لا يعني لا انت لا ابو عراق ابو عراق ابو عراق ابو عراق انت راضي؟ انت واحد فرد من افراد الشعب العراقي، انت راضي عليهم؟ تدري ليش؟ شو 15% ترى ما صار الانتخابات الاخيره اللي صارت قبل نحو 5 أشهر ترى ما راحوا 15% من الشعب، يعني خليها ببالك. ما راضي بس مو هيك بدا حياتنا والله مو راضي. 50 ايد واحد استاذ عمر. انا هذا الهدف كافي 20 سنه اللي سويناها شنو هو؟ وهذا بك اقول والله يا ما احنا ما راضي بالوضعية هاي. هم مرتاحين استاذ عمر الله يخليك. انا مناشدتي للشعب العراقي اقول له يا شعب كافي دروبيله، كافي اهانات، كافي. نعم، انا اشكرك ابو عراق من الفلوجه. كان معنا محمد من بغداد. محمد، في ظل تهديدات ووعيد كيف ستكون جلسة يوم غد في البرلمان، جلسة تسمية رئيس الجمهورية؟ محمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. الله يسلمك. طبعا جلسة الغد يعني انتخبوا هذا جعفر الصدر، هاي طامة كبرى على العراق صارت، هاي نكسة جديدة. اولا رؤساء الجمهوريه اللي صاروا بالعراق، جعفر الصدر من برهم صالح من غيره وغيره وغيره، شنو اللي قدموه للعراق؟ هسه حاليا حينتخبون جعفر الصدر ايضا صار رئيس جمهوريه. لا جعفر حتى بس على بينه ابو جاسم عيني محمد، جعفر الصدر اسمه مطروح لرئاسه الحكومه، اما ريبار احمد هو اللي مرشح لرئاسه الجمهوريه. ريبار احمد يعني رئاسه الحكومه يعني كرئيس وزراء يعني يصير؟ لا باكر على اساس يصوتون لرئيس الجمهوريه اللي هو مرشح الاحزاب الكرديه، وبعدين يجي على اساس جعفر الصدر يكون مرشح للحكومه رئيس وزراء يعني. على العموم استاذ عمر، يعني حتى لو نقول يجون، شنو هي الوجوه الجديده، الوجوه الواعيه الفاهمه المتطوره اللي تخدم الشعب؟ اللي يجي واحد مثلا دارس الوضع، كان عقله تجاري، عقله مهني، عقله يقدر يبني بلد، يقدر يطور، يقدر يبني. يجابوا يجي واحد جايبين كل هذول هم المجرمين الفاسدين. نصبه الحشمه اقول بوجهك الشارع، حشمه اقول بوجه السامع. هم الشارع الشوارعية جايبين يحكمون البلد. باكر تصير جلسة وعقبه شنو فهمه؟ ما راح يصير خير بالبلد هذا. هذول اي يتغير الا انقلاب عسكري عليهم. اكو مشهد من فيلم، ما اقدر اطول عليك، اكو مشهد من فيلم مصري. حكم ظالم لازم يتغير بالدم. فهذا الممثل المقابل قال له شلون يغيرون بالدم؟ قال له انقلاب عليهم يعني يقتلون بالشارع. نعم محمد، اليوم نواب يسمون نفسهم من النواب المستقلين، انتشر صورهم على منصات التواصل الاجتماعي وتداولتها وسائل إعلام عراقية وكذلك عرضت هنا في النشرات الأخبارية في الرافدين، ادعوا المرض كلهم راحوا للمستشفى. ليش؟
هربوا يتهربون من جلسة باشر. أولا يتهربوا مو مستقلين دولة، دولة برأس الشهداء اللي راحوا ماكو ضحايا مال الانتفاضة التشرين. برأس دولة اللي صعدوا على البرلمان، ودولة شو راح يقدمون؟ حالهم حال الفاسدين وياهم. يعني لزقوا وياهم بعد. شو يقدمون؟ يقدمون خير؟ لا والله. مع الأسف دولة ضحايا وشهداء راحوا دمهم هدر. ما حد ما ياخذ حقهم. وأنا أريد أعلق على أبو عراق من يقول الشعب كله راضي، ترى الشعب مو كله راضي، ما حد مراضي على الحكومة. اكو قمع من تحكي عليهم. يعني من تحكي قبل كنا نحكي على النظام واحد يحاكمك، 100 وحدة تحاكمك. بس إذا تحكي على واحد يجي لك تعرف تجي لك سيارة بها مسلحين، تجي لك سيارة بها شرطة، هم نفسهم الشرطة والمسلحين نفس الشيء دورهم. اثنيناتهم يقمعون نفس الشيء دورهم هم. لا. يعني تقول لك الشرطة أو مركز الشرطة والداخلية وهذا أمان، لا، والأحزاب والمسلحين والميليشيات هم يحاكمين الدوائر الدولة العثمانية. ماكو ليس خليفتك ويعتقد أبو عراق، يعني ماكو واحد راضي على دولة إلا القلة القليلة، يعني 10 أو 20% كان نقول راضين عليهم. وهذا بسبب كذا شغلات أبسط شيء بالعزة الشعب أندر من قال. قال إحنا قشمرنا الشعب بلتهم خليناهم يلطمون واحنا نبوك. اكو ناس مو واعيه ثقافيا سياسيا دينيا، خلوهم يفتحون من المجال هيجي، خلوهم يعدون طقوسهم وذول يبوقون. قال لك خلنا نضحك عليهم، شلون واحد طفل بيطي لعبه يتلهى بيها؟ ثم هذا سووه من نسبه من الشعب، مو كل الشعب. العراق شعب واعي، الاكثريه شعب واعي، بس منتظرين الفرصه على مود يغيرون دوله. وانه والله دار يغيرون بالدم الله وكيلك. نعم. والله يتقون، يعني واحد يمثل عليهم يمثل الكتف مهمين. بسرعة الصلاة والسلام يقول لا تمثل ولو بالكلب العقور، لا والله دولة أمثل بيهم وقصقصهم وعلكم 10 سنين بالشوارع. أنا أشكرك محمد من بغداد كان معنا. طبعا أكدت مصادر صحفية إصابة عدد من النواب المستقلين بوعكة صحية مفاجئة قبل ساعات من جلسة تسمية رئيس الجمهورية، وهو ما أثار سخرية ناشطين وصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي. مصدر نيابي كشف عن تذرع 8 نواب بالمرض للتهرب من حضور الجلسة للحفاظ على العلاقات مع كل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري وضمان الحصول على المكاسب ما بعد تشكيل الحكومة. في وقت سابق رجح النائب عن ائتلاف نور المالكي النائب محمد السلامي بأن تشهد جلسة تسمية رئيس الجمهورية مقاطعة من نواب يفوق عددهم 130 شخص، كما لفت إمكانية مقاطعة جهات أخرى للجلسة عبر وضع شروط لحضورها. خلينا نشوف الصور المتداولة مع بعض، نشوفها صور النواب المستقلين اللي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ومروا بوعكة صحية. سبحان الله، يعني بوقت واحد الجماعة تمرضوا، وقبل يوم واحد من جلسة تسمية رئيس الجمهورية. وهذه الصور اللي انتشرت وأثارت سخرية الشعب العراقي على منصات التواصل الاجتماعي في الجلسات الاعتيادية في المقاهي أثارت الضحك وسخرية الشعب العراقي مما وصل إليه الحال في العراق. وبعد شوية وياكم كذلك نتابع يعني تغريدات شوية النوب مو هسه. هذه الصور اللي تم تناقلها على منصات التواصل الاجتماعي لنواب مستقلين، يعني قالوا العراقيين ونواب كذلك مثل ما أشرنا قبل قليل بأنهم ما يريد يحضرون، يعني مثل ما قال المصدر النيابي بأنه تذرع 8 نواب بالمرض للتهرب من حضور الجلسة للحفاظ على العلاقات مع كلا الطرفين من الإطار التنسيقي أو من التيار الصدري. نعم، طبعا مع تنامي الصراع بين شركاء العملية السياسية، الإطار التنسيقي هدد باللجوء إلى خيارات عديدة إذا تم تشكيل حكومة في العراق من دونه، وأضاف أن تلك الحكومة ستنهار بسبب التجاذبات السياسية الكبيرة بعد أشهر قليلة على حد تعبيره. القيادة بالإطار التنسيقي تركي العتيبي قال بأن التيار الصدري يشكل 10% فقط مما سماها بجمهور المكون الشيعي، وأضاف بأن الحديث عن احتمالية حسم
جلسة يوم السبت لإعلان اسم رئيس الجمهورية بدون الإطار صعبة جدا في ظل تأييد 25 نائبا مستقلا للإطار التنسيقي على حد قوله. نعم معنا اتصال أبو مروة من كربلاء. أبو مروة باشر على أساس أكو جلسة للبرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية، هناك تهديدات، هناك وعيد، هناك دعوات، هناك وعكات صحية أصابت بعض النواب يعني فجأة، شلون نشوف جلسة باشر؟ هي هاي يا هلا بيك، تفضل تفضل أبو مروة. أبدا وياك عيني، سلام عليكم. وعليكم السلام العزيز. يا هلا هلا بيك، هلا عيني. هاي الوعكات الصحية نعم هي تثبت على أنه لا يوجد مستقل أبدا في هذا البرلمان وفي كل البرلمانات السابقة. الشعب العراقي بوادي وهم في وادي آخر، فماكو مستقل أخي، لحد يكذب عيب ويسمون هذه التجربة والكوارث اللي مرت على العراق وانتوا تسمون نفسكم هو ليش؟ مع الأسف بلد مالنا كله عنده قرار مستقل، حتى أنت تكون مستقل ومن أنت تعيب هذه الأمور. والدليل والدليل الوعكات الصحية اللي تصير عندهم حتى يثبتون أنه عدم حضورهم يستحون الجماعة أنه إحنا راح نميت. هناك من تحدث عن رصد مبالغ مالية للي يحضر أو اللي ما يحضر، يعني الشغلة بها مزاد. شعب يعني أنا أستحي أسميه برلمان، أستحي كلمة برلمان والله والله النائب عملاق المفروض يصير، والله العظيم يمثلون أحد، يمثلون أنفسهم أجندتهم. سمعوا يا النواب، أنتوا ما مثلتوا مسؤولين أمام الله والتاريخ والشعب العراقي أبدا، ما مثلتوا، ما بيكم واحد طب للبرلمان مثل الشعب العراقي اللي مثل وضعه واللي مثل كمل هذا والذاك، فإلا تلعبون علينا. وكافي بعد كافي، احنا مو قشامر حق الحضور، كافي كافي تضحكون علينا، كافي. ولكم هذا شعب محترم، ولكم هذا شعب له حضارة وتاريخ، انتوا شنو يعني شو تصورون؟ انتوا ايش تحكمون يعني؟ ايش تسوون انتوا؟ انتوا مسؤولين بعد والله تتجرجرون للم وارد 18 سنة يعني أخي العزيز يعني يعني والله والله لنا والله نشوف هذا الكلام. شكرا أخي، شكرا. أنا أشكرك أبو مروة من كربلاء، كان معنا. كيان من بغداد، شلونك عيني كيان؟ أستاذ عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بيك. أنا أبدي لك يا فد أتي كلمة شعرية للشاعر مرحوم سعد محمد الحسن، يقول الله يرحمه، يقول اخريني يا صاحب وبلون شلون بلوة بحكاياهم الكتلك نزل لوني، وانت جاي تنشدني شلوني بلوني، احس ان نشد شام تنشد علي. استاذ عمر ذول مو شركاء العمليه السياسيه، شركاء العمليه التخريبيه. حتى هذا نائب يعني تحت مربوط مصير العراق من نواب من خرطان تمرضوا، لا هاي عيب، عيب علينا وعيب حق العراق. وهو الثمين المستقل شد بعد الفاسد، انا مستقل بعد المملكه بعد الفاسد، عارض الفاسد، ليش تجعل من الفاسد؟ انتخبني الشعب انا مستقل، افضل مستقل وقع وعارض جلسه مجلس النواب وما ادخل مجلس النواب وحدات وانزل ويا الشعب يا الفقراء واجمع الناس الاصوات اللي انتخبتني، اجيبهم اجمعهم وياي ونوقف منطقه الخضراء بنص منطقه الخضراء ونحتج عليهم جاب هذول فاسدين، واحنا ناس مستقلين نريد وطن امن، نريد وطن نظيف، نريد وطن كامل مكمل. هاي استاذ عمر هاي كلها كلها هاي كلاوات يضحكون عبقون العراقية، بس بعد العراق ما ينضحك عليه. احنا هاي حالتنا، قال المقتدى وحكى نور المالكي وقال عمار الحكيم وقال زيد وقال عبيد كثير، حتى احنا يرحم امك الطيبه، مو بس احنا حتى البخيل السماء الارضيه يضحك علينا وعرف وضعنا، عرف وضعنا يا الله اكبر. يعني هسه هاي الناس زي ما احنا مخلينهم
يموت شخص من عندهم تافه، عشان ما اقول بوتشك، واعبرنا من هاي الكلمه، يموت شخص تافه تنقلب الدنيا. شنو تنقلب الدنيا؟ يدفنون موسى بن جعفر، تطلع لحصه بالساحه مال موسى الكاظم، ويموتون الاف الشباب يطالبون بحقوقهم، ولكن ماكو شيء صاير. يعني شباب مظاهرات سلميه يطالبون وطن امن ونظيف ووطن محترم ينطلق عليهم رصاص حي. هاي وين هاي؟ وين اكو هاي؟ بيا دولة، بيا دين، بيا اسلام، بيا امه، بيا مرحله، بيا تاريخ، بيا كارثة. زين تتوقع كيان باكر يتم تسميه رئيس الجمهوريه، التصويت على اسم رئيس الجمهوريه بجلسه باكر؟ استاذ عمر، احنا لو نحكي الصراحه، لو ما احكي الصراحه، انا تربيت على الصراحه. هاي يصوتون رئيس جمهوريه ورئيس وزراء، هاي متفقين عليها بالمطبخ، طبخوها وكملوا وطالع. هاي كلاوات، هو مختارين رئيس وزراء، مختار رئيس جمهوريه قبل ثلاث سنين، الله يخليه. جاي يلعب احنا على سبع عليه، هو مختار رئيس مجلس النواب، وكنا نشتر منصبه، وعلى قولتي اللي يقول كوج علي مل علي هاي لف كذي، الله يخليه. احنا هذا ابو عمامه، ابو عمامه اللي قاعد ويا السياسيين، ابو عمامه الدين نظيف، الدين اسمه شيء بالوجود، الدين ما بي كذب، ما بي نفاق، ما بي دجل، بي رحمه، بي موده، بي انسانيه، بي بناء، بي عمار، بي تاخي، بي كل الصفات اللي الله سبحانه وتعالى نزلها رحمه. والله خير ويحب لنا الخير، ما يحب لنا الشر، الانسان يحب للانسان الشر. انت ايش عندك قاعد؟ السياسه بيها بوق وبيها كذب وبيها نفاق، انت جاي توسخ عمامه رسول الله؟ لا ما تقدر. يا رسول الله يوم القيامه تقبل لك عذر اله، شوف شو تقول له، غرن المليون دولار، لو غريتني غرتني البيتزا، لو غريتني التيك توك، لو غرانتني كنتاكي، هاي بعد هاي بعد انت بشوف لك عذر وشد حالك. اما احنا الى ما نوقف وقفه رجل واحد ضد هذول الفاسدين، انت هاي الحين بعد ما الكلام وتعال تجيب الفلان وحط اعلان، هي نفسها. انا اقول لك نفس شو اسمه شطرة، شيل هذا وحط هذا وانتهى الموضوع. يا ساتر يا حبيب قلبي، اللهم يطول عمرك ويسترك ويخلي قناتك الكريمه وشكرك. الله يسلمك، انا اشكرك عينك يا يعني. تسلم لي، ربي يحفظك. ابو خطاب من القرمه، ابو خطاب على اساس باكر اكو جلسه للبرلمان للتصويت على رئيس الجمهوريه، واكو يعني الاطار التنسيقي بزعامه نور المالك يقول لك ما راح يعني نحضر، وسوف يعني نعمل على احباط محاوله تمرير مرشح التحالف الثلاثي. بعض النواب صاروا مرضى فجاه، تمرضوا، شلون نشوف جلسه يوم باكر؟ ابو خطاب تسمعني؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا هلا بك. السلام عليكم. يا هلا بك، وعليكم السلام. شلونك استاذ عمر؟ حياك، هلا بك، هلا عيني. والله استاذ عمر، نعم، ما شلون؟ والبرلمان الواحد يقول لهم برلمانيين وجلسه وقعد امام يكون على الشعب، والشعب والله يضربهم. عرفت من الشعب ما عارفهم يقعدون. اي ابو خطاب، يعني استاذ عمر هسه يعني اسمعك، هسه اسمعك. نعم استاذ، مو قلت لك هذا حتى عيب واحد يقول البرلمان، وعيب والله. يعني الشعب بيهم واحد صادق والله العظيم، يعني علم من السؤال، علم من تقول، علم من نعم. أنا أشكرك أبو خطاب وعذر عن المقاطعة لأن أكو خلل بالاتصال. أبو عمر من الناصرية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بك عمر، شلونك أبوي؟ يا هلا بك، هلا عيني. أنا أشكرك كادر الرافدين كامل، يعني طلع الله يسلمك. الله يسلمك عيني. السلام عليكم عمي عمر. نعم. انا اشكر كادركم وكادر الرافدين طبعا، لان انا دائما قلبي يحترق ودائما ان شاء الله تايه. اي الله يسلمك، يسلم قلبك. باشر اكو جلسه للبرلمان على اساس يتم التصويت على
رئيس أمار. الجمهورية شلون تشوف؟ الله ينعم عليك. بالنسبة لا تقول ذولا برلمان. ذولا مو برلمان عمي. ذولا هرج مرج. هرج مرج وذولا ديون. ذولا ديون. نعم. يا ريت تسمعني من التلفون ابو عمر تنص التلفزيون للاخير. اقول لك هي طبخه مطبوخه يا ابوي. نعم. طبخه مطبوخه. ذولا طبخه مطبوخه ذولا نوبه والعراق ما خلوا شيء بعد كل شيء ما خلوا بعد هيمنوا على النفط هيمنوا على ثروات العراق كلها ذولا متفقين الكرام. نعم. دولة لا تقول برلمان دولة أصلاً مو برلمان دولة 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 يعني أصلاً كاولية دولة دولة لا 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 خلق ولا أخلاق جل دولة 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 أصلاً دولة كلهم ديون برلمان. حلو حلو عمر وياك عيني أبو عمر. أنا أشكرك أبو عمر وأعتذر منك هم أكو مشكلة بالاتصال مع أبو عمر من الناصرية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. بين تهديدات ووعيد كيف ستكون جلسة يوم غد في البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية هاي إذا في حال تم عقد الجلسة يوم باكر. طبعا الإطار التنسيقي عضو الإطار التنسيقي سعد السعدي قال بأن الإطار سيعمل على إحباط محاولة تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية من خلال امتلاكه كما قال أكثر من 130 مقعدا داخل البرلمان. السعدي قال بأن الإطار التنسيق لديه الثلث المعطل وهو يضمن عدم اكتمال نصاب جلسة السبت لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية خصوصا مع استمرار الانسداد السياسي. وأضاف بأن ترشح أي شخصية لرئاسة الوزراء لا يمكن أن يتم من دون التوافق بين الإطار والتيار الصدري في حين أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيعقد الأمور أكثر على حد قوله. بدوره وصف المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد الثلث المعطل بالمكر متهما قوى الإطار بالتسبب في فقدان الشيعة حق الكتلة الأكبر بحسب تعبيره. معنا اتصال زيد من بغداد. زيد بين تهديدات ووعيد كيف ستكون جلسة يوم غد في البرلمان برأيك لتسمية رئيس الجمهورية؟ شلونك دكتور عمر؟ يا هلا بيك أهلا وسهلا بيك حياك. والله يا أخي أستاذ عمر هذول يعني السياسيين ما يسمى بالسياسي يعني شو تكون جلستهم شو تتوقع؟ ما أدري الصوت واضح عندك؟ نعم عن جلستهم يا ملاكفات ثم على وصحابة من جوهم أستاذ عمر ومدام جلستهم راح يرجعون العراق ما راح يرجعون الأسعار مش تعلم السود نعم منهم ومن جلساتهم ويلات يا أستاذ عمر يعني شعب انت وبعد نايم يعني زيد يعني صارت جلسة ما صارت جلسة صارت تسمية لرئيس الجمهورية تشكلت الحكومة برأيك ما راح ينعكس على 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 واقع البلد وعلى واقع المواطن ما أبد ما تبقوا المصلحتهم وإذا جبتوني يوم جبطة وظروفها المعيشية حالتها هاي الصعبة
ما يجيبون شيء استاذ عمر، هذول بس عايلين مناصبهم ومكاسبهم، والحزب الفلساني كذا، والصدر الصدر مو قال انا ما اجلس ويا المالكي، شو رجع وجلس ويا المالكي؟ شو رجع وجلس ويا المالكي؟ لو ايش هذا التناقض؟ مو قلناها احنا من في الوجه انت اقول لك هذول من فوق من جوا اصحاب يا استاذ عمر. وانا اشكرك حبيبي. انا اشكرك يعني سيد من بغداد كان معنا ابو كرار من بغداد، تفضل ابو كرار. ابو كرار تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. شلونك استاذ عمر؟ والله الحمد لله بخير، الله يسلمك، انت شلونك؟ والله الحمد لله، الله يسلمك ويعزك. الله يسلمك. نعم. ما اعتقد راح تصير، لانه اذا ما شاء الله 10 من 15 مع 8 من بالاستقلاليه انهم مستقلين. لك لا هاي كذب، في كذب من عندهم. مستحيلات تكون الا كعراقيين نسميهم هباره زين، لانه يريد ياكل وما حد يقول له ايش قاعد تسوي زين. وانت تضحك هي الامور بالنسبه ان احنا صفحه قسم سريا عزوا على صفحه 80% بينوا هسه الحراميه صاروا على صفحه زين، بقوا ذولا 30% هم كانهم تدري شغلتهم نعم واكل قوت الشعب العراقي ما خلوا له شيء، فيريدون يتفاهم يصير تفاهم بيناتهم. ما اعتقد راح تصير زين. العراقيين نعم زين، هذا يجري على اليمين وهذا واحنا ضالين بهالوسطة، ونحن على روح ابو امريكا، هذا ضيمنا ودردنا هي وضع هذا، وتريد العراق، تريد العراق بهالحالة واكثر يصير زين. نعم انا بدي اسمعك ابو كرار، لو بس تنص التلفزيون للاخير. ايه نعم. اي والله اي لا ماكو شيء زين. انا اشكرك ابو كرار من بغداد كان معنا. معنا ابو عبد الله من اربيل، تفضل ابو عبد الله. ابو الله يخليك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا هلا بك، اهلا وسهلا. طيب وحي المشاهدين والمستمعين كلهم. حياك الله. عبد الله من مندي طبعا لا خابط. يا هلا بك. الله يحييك. بالنسبه للموضوع هذا. نعم. ترى الشعب بعض، انا اعرفه اذا تبقوا بعضهم اذا اختلفوا قتلون. اذا نشوف احنا طبعا لا ما في ايمان باي واحد منهم، انا اعرف الشيء هذا. اكو شيء اهون من شيء. نعم. انا برايي سيد الصدر شوية أحسن من عزم، شوية أحسن من عزم، تسمعني؟ تفضل تفضل أسمعك. ألو؟ أسمعك. أسمعك عين أبو عبد الله. نعم نعم أسمعك، استمر. ألو؟ أسمعك عيني. ألو؟ أسمعك. ما أفهمك. نعم. يا ريت تعيد الاتصال ابو عبد الله، يا ريت تعيد الاتصال مره اخرى معنا. نعم طبعا قبيل جلسه البرلمان المقرر عقدها يوم غد السبت لاختيار رئيس الجمهوريه، ووسط جدل سياسي بشان تحقيق النصاب من عدمه، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جدد دعوته للنواب المستقلين لحضور الجلسه، وحذر من نهايه البرلمان في حال عدم الحضور. الصدر قال بتغريده له يوم السبت ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم بل ومن المعارضة
الوطنية كما سماها أيضا وقفة مشرفة من أجل شعبهم، فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية، فلا تستبدلوا جلسة البرلمان يوم السبت بمغنم أو مأدبة، فإنها وإن كانت أدسم كما قال إلا أن حضور الجلسة أتم. ومثل ما شفنا بالصور كم نائب البرلمان تمرض من المستقلين، يسموهم مستقلين، اليوم ادعوا المرض في العراق. قال من المعيب أن يترك العراق وشعبه بلا حكومة، فإن كان المستقل لا يبايع الفاسدين فمن المعيب أن يترك المستقل وطنه وعراقه بلا حكومة أغلبية إصلاحي. أضاف بأن نضع من المعيب أن نضع في الميزان حكومة المحاصصة وحكومة الأغلبية الوطنية كما يقول مقتدى الصدر. معنا اتصال. نعم، أبو خطاب من القرمة، تفضل أبو خطاب، يعاود الاتصال. السلام عليكم. عين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بيك. شلونك أستاذ عمر؟ يا هلا بيك، خير الله يسلمك. يعني ما جاي أسمعك، قطع والله. هسه تسمعني؟ أنا ما أسمعك ويروح ينقطع صوتي. تفضل، أنا أسمعك واضح، تفضل استمر. معني أبو خطاب؟ أسمعك عيني، أسمعك. حلو. هذا البرلمان، لا تقول برلمان عيب والله، حتى عيب يقول برلمان. لا والله بصوت حرامية، وهذا المريض مو عيب عليهم هذا، حتى يطلعون يشوفون بصورهم ومرضى، شنو خايفين هم؟ نعم، ما ليش خايفين؟ هم خايفين من الأحزاب، وخايفين ما يقدرون يفوتون، والله ما يفوتون، ولا في الحكومة، وباكر ما أخو جلسة، وانت شنو انت ما أخو جلسة، الحالة ما هيك كذب كذب دجل. نعم، إلا دجل، والشعب كله يدري بهم، يعرفهم واحد واحد، يعرفهم شنو هم مرضى، مو عيب عليهم كلا ما يقدرون، خلي يوخرون العراق، يشوف الشعب، يشوف دربة جوع، على ما يتم الجوع. نعم الله بخطار السحناب، هاي المناطق أكو ناس والله ما يتغدون ما يتعشون والله. نعم، شين هالوضعية هاي اللي طايح حضره؟ اسمه متكاونين، تقول في حال متكاونين على الكراسي وعلى المناطق، ولا مفكرين بشعاب. شنو برلمان؟ عيب واحد يقول زول مو برلمان، زول إذا حتى الكيولية مو مثل الحمار. شنو الوضعية هاي الطايحة؟ برلمان لا تقول برلمان، استمر عبد لا تقول برلمان. أبو خطاب من القرمة، أنا أشكرك أبو خطاب من القرمة، كان معنا أبو عبد الله من أربيل، يعاود الاتصال. تفضل أبو عبد الله، ترى ما بقى عندنا بس 3 دقائق. ها، انقطع اتصال مع أبو عبد الله. خلونا نتابع صور النواب مرة أخرى، ونتابع معها تغريدات الجمهور العراقي اليوم اللي أثار سخرية. نتابع وإحنا نتكلم، نتابع مع بعض. نعم، أي هاي الصور، يعني هذه الصور لنواب مستقلين في البرلمان، واليوم انصابوا بوعكة صحية. 8 نواب بحسب مصدر نيابي انصابوا بوعكة صحية، والعراقيون، الصحفيون، الناشطون، يعني ضحكوا من هذا الأسلوب صراحة. كثير منهم غرد تحت وسم آني مريض. سرى تقول آني مريض، أعتذر من التزاماتي كلها حتى المنزلية، منها خصوصا طلبات البيت. اللي نزل مقطع فيديو اللي سوى نفسه أنه مريض، والتقى الصورة ونزلها على تويتر. يقول مثنى الزوبع، يقول الدرس الأول مرض النواب بدأ بمحمود المشهداني، سيستمر لهذه اللحظة، ومنهم من وصف محمود المشهداني بأنه كبيرهم الذي علمهم هذه الطريقة. يقول نزار، أنا مريض وما أقدر أشوف، أنا أشوف ما أقدر أشوف بشر، ولا أقدر
أشتغل الأحد الجاي عقب باشر أصير زين، هذا حكي الطبيب يقول مو بكيفي. عصام يقول إخوان الأحد أصير زين، لا تنشغلون، المهم الوطن العراق أمانة في مغذياتنا. يقول الصباح يقول أنا مريض ما أقدر أحضر جلسة باشر، وراها نشوف إذا هم أتمرض أو لا. يوسف سيرجو نزل مقطع فيديو لمحمود المشهداني لما ادعى أنه ضرب أو ادعت المرض في جلسة أول جلسة في البرلمان، وكتب على وغرد قال كبيرهم الذي علمهم السحر. آخر يحيى يقول أنا مريض، ونزل جواها مليون دولار. تغريدات ساخرة من قبل العراقيين. طبعا علي العراقي يقول بعد فيروس كورونا منظمة الصحة يقول بعد فيروس كورونا منظمة الصحة تعلن عن فيروس جديد ظهر في العراق اسمه اطارونا، وهذا يصيب النواب المستقلين، يقصد الإطار التنسيقي. نعم، يقول انعقاد جلسة واحدة في البرلمان تكلف أكثر من تكلفة انعقاد جلسة في الكونغرس الأمريكي أو في الأمم المتحدة. يقول أنا مريض. يعني هذا الموضوع أثار ضحك وسخرية العراقيين اللي عبروا عن آرائهم تحت وسم أنا مريض. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا عن جلسة يوم غد وكيف ستكون في ظل التهديدات والوعيد والانسحابات من هذه الجلسة لتسمية رئيس الجمهورية. كيف ستكون جلسة يوم غد في البرلمان؟ شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.